باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. أيها الإخوة والأخوات، يفرحنا اليوم أن نحتفل بعيد القديس دون بوسكو، مؤسس الرهبان وراهبات السليزيان وأيضاً شفيع الشبيبة في العالم كله. هو أيضاً شفيع فرح، لأنه عاش حياته كلها وهو فرح بالرب. لنندم الآن على خطايانا، وخصوصاً الخطايا التي أفقدنا فيها غيرنا أو أنفسنا هذه الفضيلة المركزية. أنا أعترف لله القادر على كل شيء، ولكم أيها الإخوة خطيئتي عظيمة جداً
لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا لأجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. صلي. اللهم محب الصغار، يا من أضرمت في قلب القديس يوحنا بوسكو نار محبتك وأقمته أبا للشبيبة ومعلما، أشعل في نفوسنا تلك المحبة فنبحث عن النفوس غير سائلين سوى وجهك الكريم. بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. القراءة الأولى قراءة من سفر إرميا النبي. فكانت كلمة الرب إلي قائلا: قبل أن أصورك في البطن عرفتك،
وقبل أن تخرج من الرحم قدستك وجعلتك نبياً للأمم. فقلت: ها أنا ذا لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. فقال لي الرب: لا تقل إني ولد، فإنك لكل ما أرسلك له تذهب، وكل ما آمرك به تقول. لا تخف من وجوههم، فإني معك لأنقذك، يقول الرب. ثم مد الرب يده ولمس فمي، وقال لي الرب: ها أنا ذا قد جعلت كلامي في فمك. كلام الرب. المزمور، الردة: الرب راعي فلا شيء يعوزني. الرب راعي فلا شيء يعوزني. الرب راعي فلا شيء يعوزني. في مروج خصيبة يربضني، لمياه الراحة يوردني، فينعش نفسي. الرب راعي فلا شيء يعوزني. تعد مائدة أمامي تجاه خصومي، سبل الرشاد يهديني إكراماً لإسمه. ولو سرت في وادي ظلال الفناء لا أخاف سوءاً، لأنك معي، عصاك وعكازك يعزيانني. الرب راعي فلا يعوزني. بالدهن تطيب رأسي، وروية هي كأسي، طول عمري يتبعني الخير والإنعام، وأسكن بيت المولى طوال الأيام. الرب راعي فلا شيء يعوزني. القراءة الثانية قراءة من رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل كورنثوس. لو تكلمت بلغات الناس والملائكة لم تكن لدي المحبة، فما أنا إلا نحاس يطن أو صنج يرن. ولو وهبت لي النبوءة وكنت عالماً بجميع الأسرار، عارفاً كل شيء، ولي الإيمان الكامل أنقل به الجبال، ولم تكن لدي المحبة فما أنا بشيء. ولو فرقت جميع أموالي وقدمت جسدي ليحرق ولم تكن لدي المحبة، فما يجيدني ذلك نفعاً. المحبة حليمة مترفقة، المحبة لا تحسد، لا تعرف الحسد ولا العجب ولا الكبرياء، ولا تفعل السوء ولا تسعى إلى منفعتها، ولا تحنق ولا تبالي ما ينالها من السوء، ولا تفرح بالظلم بل تفرح بالحق. وهي تعذر كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تزول أبداً، بيد أن النبوءات تزول وألسنة تصمت والمعرفة تزول، لأن معرفتنا ناقصة ونبوءاتنا ناقصة، فمتى جاء الكامل زال الناقص. لما كنت طفلاً كنت أتكلم كالطفل وأدرك كالطفل وأفكر كالطفل، ولما صرت رجلاً تركت ما هو للطفل. فنحن اليوم نرى في مرآة رؤية ملتبسة، أما يوم ذاك فتكون رؤيتنا وجهاً لوجه. اليوم أعرف معرفة ناقصة، وأما يوم ذاك فسأعرف مثلما أنا معروف. فالإيمان والرجاء والمحبة هي الثلاثة الباقية، وأعظمها المحبة. كلام الرب. الشكر لله. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
الناس فيروى أعمالكم الصالحة فيمجد أباكم الذي في السماوات. القديس متى الإنجيلي البشير المجد لك يا رب المجد في ذلك الزمان قال يسوع لتلاميذه أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فأي شيء يملحه إنه لا يصلح بعد ذلك إلى أن يطرح في خارج الدار فيدوسه الناس. أنتم نور العالم لا تخفى مدينة على جبال ولا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. هكذا فليضئ نوركم للناس ليروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أبوكم الذي في السماوات. لا تظنوا أني جئت لأبطل الشريعة والأنبياء، ما جئت لأبطل بل لأكمل. الحق أقول لكم لن يزول حرف أو نقطة من الشريعة حتى يتم كل شيء أو تزول السماء والأرض. فمن خالف وصية من أصغر تلك الوصايا وعلم الناس أن يفعلوا مثله عد الصغير في ملكوت السماوات. وما الذي يعمل بها ويعلمها فذاك يعد كبيرا في ملكوت السماوات. كلام الرب. Thank you.
حضرة كاهن الرعية الأب فرانسيس والكهنة الأفاضل المشاركين، الأخوات الراهبات، أشكر الدعوة الموجهة لي ولنا باسمكم للحضور والمشاركة في عيد القديس يوحنا بوسكو مؤسس السليزيان وأيضاً شفيع الشبيبة. أرحب بكم جميعاً وأتمنى أن يبارك دون بوسكو كل من حضر هذه الذبيحة وشارك فيها. عندما نسمع اسم القديس يوحنا بوسكو يرتبط اسمه بفضيلة أساسية في حياتنا اليومية وقليلاً ما نتكلم عنها. عادةً الكهنة بيكلمونا عن فضيلة الإيمان، فضيلة المحبة، فضيلة التسامح، لكن قليل منتكلم عن فضيلة الفرح. يرتبط اسم دون بوسكو بفضيلة الفرح، وعاشها حتى في الظروف الصعبة في حياته عندما لم يكن يجد مالاً ليعيل الأولاد الذين كانوا في المدرسة الداخلية أو في الميتم عنده. طول حياته نجح في أن يشع ويكرز بإنجيل الفرح. قرأت مقارنة مرة بين القديس فرانسيس الأسيزي والقديس يوحنا بوسكو. أنتم تعرف أن القديس فرانسيس الأسيزي كان فقير وحب فضيلة الفقر، فأحد المعلقين قال: بينما طوب فرانسيس الأسيزي فضيلة الفقر فإن دون بوسكو طوب فضيلة الفرح، يعني جعلها عنواناً لحياته. وبالفعل الفرح هو المناخ التربوي العادي والهام الذي فيه يجب أن يعيش ويكبر كل إنسان وخصوصاً الشباب. حتى في الدراسة إذا واحد كان مبسوط بنتج أكثر، وإذا كان حزين أيضاً علاماته تتأثر بالحالة النفسية اللي هو بعيشها، وهذا ينطبق على كل إنسان. الفرح هو الأكسجين الذي يجب أن نتنفسه في حياتنا كل يوم، وهذا أيضاً ما يقوله القديس بولس في رسالته إلى أهل فيلبي. 15 مرة في هذه الرسالة القصيرة القديس بولس بيقول لأهل فيلبي: افرحوا، افرحوا، وأقول لكم أيضاً افرحوا. وتتكرر كلمة افرحوا أو الفرح في العهد الجديد 63 مرة، دلالة على أهميتها. أيها الإخوة والأخوات، أكبر عدو للفرح هو التشكي والتذمر، وفي الأيام الأخيرة سمعنا كثير تذمرات على غلاء المعيشة ورفع الأسعار. العالم اعتادت في الفترة الأخيرة أن تشكو همومها علناً، بينما التشكي والتذمر المستمر هو عكس فضيلة الفرح. التشكي هو تعبير عن الاستياء والألم الذي نعانيه، هو أيضاً تخطيء وتعيب الآخرين، هو أيضاً تشويه سمعتهم. بولس نفسه دعا أهل فيلبي إلى نبذ التشكي، إلى نبذ التشكي والتذمر، لأن التشكي والتذمر ينعكسان سلباً على صاحبهما. ماذا قال القديس بولس؟ افعلوا كل شيء دون تذمر أو خصام، افعلوا كل شيء دون تذمر أو خصام، بحيث تكونون بلا لوم أبناء الله بلا عيب في جيل ضال وفاسد
تضيئون فيه ضياء النيرات في الكون. إذا كان الفرح فضيلة مسيحية فإن التذمر هو رذيلة غير إنجيلية، غير مقبولة إنجيليا. حول الشكوى والتذمر كتب البابا فرانسيس مرة في إرشاد الرسولي إنجيل الفرح: في بعض الأحيان نميل كلنا إلى التذمر، نتصرف كما لو أننا يمكن أن نكون سعداء فقط إذا توفر هذا الشرط وهذا الشرط وهذا الشرط وتكثر الشروط، ويستحيل الفرح لأننا نرفع سقف احتياجاتنا وشروطنا. يضيف البابا: أستطيع أن نقول أن التعبيرات الأكثر صدقاً للفرح في حياتي رأيتها لدى الناس البسطاء الذين كانوا يملكون القليل. وأعتقد، يواصل البابا، أن الفرح الحقيقي موجود لدى الكثيرين من الناس الذين بالرغم من ضغط العمل لديهم وحتى في خضم الالتزامات المهنية هم قادرون على المحافظة على البساطة وعلى قلب عامر بالإيمان وبالفرح. لنسأل أنفسنا هذا السؤال: ما هو السبب الرئيسي للفرح؟ هل هو مجرد صفة وراثية نلد معها؟ إذن طوبى للذي يلد من عائلة فرحة، وعكس ذلك هو أيضاً غير مقبول. ما هو السبب الحقيقي للفرح؟ الفرح، السبب الحقيقي للفرح هو القناعة بأن الله يحبني ويعتني بي يومياً. حب الرب ثابت، يقول سفر المراثي، حب الرب ثابت وأبدي ولا يتوقف أبداً، رحمته لا تنتهي بل هي جديدة في كل صباح. كما أن محبة الرب جديدة في كل صباح، يجب أن ننهض من الفراش يومياً ونجدد الفرح. أنا مدعو إلى الفرح لأني ابن محبوب من أب حنون هو أبي السماوي. أنا مدعو إلى الفرح لأني ابن محبوب من أب من أبينا السماوي الذي يحبنا. الفرح أيضاً هو ثمرة اللقاء الشخصي والصداقة الشخصية التي تربطنا بالسيد المسيح. من يصادق السيد المسيح ويتعامل معه بشكل يومي لن يفقد الفرح، لن يفقد الفرح. أن تكون مسيحياً، قال البابا بنديكتوس السادس عشر، أن تكون مسيحياً ليست نتيجة اختيار أخلاقي أو فكرة سامية أو أيديولوجية معينة. أن تكون مسيحياً هو اللقاء مع هذا الحدث، مع هذا الشخص الذي يعطي الحياة معناها ويكون سبب فرح لها. هنالك أيضاً علاقة بين الفرح والمغفرة. أشعر بفرح عندما يغفر الرب لي، كم مرة طلعنا من كرسي الاعتراف ويملأنا الفرح ودموع الفرح أيضاً. أشعر بفرح عظيم عندما أغفر لغيري. الغافر هو فرح، والحاقد ينقصه الفرح. حتى الرب يشعر بفرح كبير لعودة الخاطئ. يقول سفر حزقيال النبي عن الرب: أنا أبحث عن المفقود، عن الرب الذي يبحث عن الغنم أو الخروف الضال. أنا أبحث عن المفقودة وأعيد الشاردة، وسوف أجبر المكسورة وأقوي الضعيفة. وهذا يذكرنا بالقول الإنجيلي: هنالك فرح في السماء بخاطئ
واحد يتوب أكثر من 99 ليس بحاجة إلى التوبة. فإذا كان الله نفسه يفرح لعودة خاطئ، إذا كان الله نفسه يفرح لأنه يسامحنا، لماذا نحن لا نقلد الله في هذه الصفة ونكون دائماً مستعدين لكي ننبذ الحقد ونضع مكانه التسامح والغفران؟ في العالم اليوم يطغى الحزن، في العالم اليوم تطغى الكآبة، ملايين من البشر يتناولون كل يوم المهدئات لكي يواصلوا يومهم وسط تخبطهم بصعوبات كثيرة، بينما الفرح هو علاج ودواء لكل شيء. نعم، يقول لنا الأطباء بأن أمراض كثيرة تأتينا من الحزن والغضب، وعكس ذلك صحيح، الفرح هو داء لكل دواء، وهو علامة مميزة للمسيح الحقيقي. الفرح يجعل إيماننا أكثر مصداقية وأكثر جاذبية. صحيح أن القداسة هي إحدى أهم صفات الكنيسة، نقول كنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، القداسة هي أهم صفات الكنيسة وهي علامة على مصداقيتها، ولكن مع ذلك الفرح هو علامة أخرى لمصداقية القداسة. القديس الفرح هو أكثر إقناعاً من إنسان لا يتجلى فيه الفرح. في الواقع كان القديس يوحنا بوسكو قديساً فرحاً، وكان على قناعة بأن قديساً حزيناً هو قديس غير جذاب وغير مقنع. إخوتي وأخواتي، أدعوكم جميعاً إلى أن نسأل القديس دون بوسكو اليوم بأن يهب كل واحد منا هدية في يوم عيده، أن يهب كل واحد منا الفرح، وليس لمرة، وإنما أن تكون حياتنا كلها مغمورة بالفرح والسلام الحقيقي العميق. دعونا ننشر الفرح من حولنا، وإذا نشرنا الفرح من حولنا سوف نحصل على القيمة الكاملة للفرح، لأن قيمته الكاملة تأتي من مقاسمته مع الآخرين. بهذه المناسبة أريد أن أهنئ راهبات السال الزياديات بعيد شفيعهن اليوم، وكل من شفيعه هو القديس يوحنا بوسكو. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس ومن مريم العذراء وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضاً سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة
لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، لنبتهل إلى الله الآب القادر على كل شيء، الذي جمعنا بالروح القدس في إيمان واحد، كي يفيض علينا أجمعين مراحمه ونعمه السماوية بابنه الوحيد ربنا يسوع المسيح. نرفع صلاتنا اليوم يا أبانا من أجل الكنيسة جمعاء، لكي تجمع الشباب في بيئة عائلية متينة وتعمل معهم على بناء ملكوتك، وتجعل منهم مواطنين صالحين ومسيحيين حقيقيين. نسألك يا رب. نذكر أمامك أيها الآب الكنيسة المقدسة التي ائتمنها ابنك الحبيب على مواصلة خلاصه في العالم. نذكر خصوصاً المقيمين عليها، قداسة البابا فرانسيس وجميع الأساقفة والكهنة، الشمامسة والرهبان والراهبات، لكي يقودوا شعبك وفق كلامك. نسألك يا رب. استجب يا رب. نسألك يا أبانا ومن أجل العائلة السالزية، ونخص بالذكر الأب العام للرهبنة السالزية الأب أنخيل، والرئيسة العامة الأم إيفون، من أجل راهباتنا السالزيان، لكي يعيشوا بحسب روحانية دون بوسكو في فرح وتفاؤل وصداقة مع يسوع والشبيبة. نسألك يا رب. استجب يا رب. نرفع صلاتنا يا أبانا من أجل الشبيبة في العالم، وخاصة شبيبة دون بوسكو، لكي يتعلموا منه كيف يعيش الإنجيل وفرحه، فبارك أحلامهم وأيامهم ومستقبلهم، وامنحهم فرحك الدائم. نسألك يا رب. استجب يا رب. من أجل أن تتكرم سيدتنا مريم العذراء أم المعونة، وتكون قائدة ومرشدة للشبيبة، ليحققوا مشيئة الآب كما قادت وأرشدت دون بوسكو. نسألك يا رب. استجب يا رب. اللهم ملجأنا وقوتنا يا مصدر العطف والحنان، التفت إلى تضرعات كنيستك لكي ننال حقا ما طلبناه واثقين بالمسيح ربنا. آمين. يا رب، نضع على مذبحك مع هذا الخبز والخمر حياتنا وحياة العالم. مستقبلنا نضعه بين يديك يا رب. أنت إلهنا، ونحن نريد أن نكون شعبك وجسد ابنك يسوع المسيح. قال القديس يوحنا بوسكو: أنا رسمت مسودة اللوحة وأنتم جملوها بوضعكم الألوان. نقدم لك يا رب مع الخبز والخمر الألوان اللي عم بتلون حياتنا وتجملها. بنقدم لك اللون الأبيض، لون الطهارة والبراءة. بنقدم لك يا رب اللون الأصفر، لون النور والإيمان، لون النجاح.
بنقدم اللون الأحمر، لون المحبة والأخوة، لون التضحية. بنقدم اللون الأخضر، لون الرجاء، لون الأمل والتفاؤل. يا رب، اللون الأزرق هو لون السماء، لون الصلاة، لون تضحيات كتار من القديسين يلي خدموك. يا أبانا السماوي، اليوم الشبيبة بدها تقدم لها أحلى وأتمن وأغلى تقدمة بتملكها. الشبيبة رح تقدم لك ذاتها مع ألوانها، تكرس نفسها لخدمتك ولمحبتك لبناء ملكوتك. يا رب، الكنيسة الشبيبة هي أمل الكنيسة ومستقبلها. بنسألك إنك تباركها وتقبل تقدمتها. الشبيبة ورقة بيضة بين إيديك، رسوم وكتوب ولون فيها مثل ما بدك. أنت ملك قلوبها للأبد. أبانا الذي في السماوات، نكرس لك شبابنا ونقف على خدمتنا أنفسنا، فمنحنا إيمانا نتغلب به على الفساد، لنصون على طهارة قلوبنا ونتمم على الدوام مشيئتك. أعطنا أن نكون للإنجيل شهودا أمناء، فنكون رسل نور وطمأنينة وسلام. هبنا أن نكون في كل حين إخوة أوفياء لفادينا الحبيب، فمهب جميع الناس كما أحبنا. أيها الآب القدوس، باسمك ابنك الممجد يسوع المسيح وبالسلطان المعطى لي بقوة عمادي، إنني أكفر بالشيطان وبإغراءاته وأفعاله، وأعطي ذاتي بكليتها ليسوع المسيح. حبي وقلبي، ماضي وحاضري ومستقبلي، فاقبلها ذبيحة حب على مذبح التكريس والتخصيص لك كل الأيام. اسمح واقبل مني ما أعطيتني، فأنا لك ولغيرك لن أكون، فامتلكني بجملتي وباركني في خدمتي. أبا الشبيبة ومعلمها، أيها القديس يوحنا بوسكو، يا من سعى خلاص النفوس، كن لنا مرشدا في بحثنا عن خير النفوس وعن خلاص القريب. كن لنا معينا لننمو في محبة الله ومحبة إخوتنا، فنتغلب بشجاعة. الشبيبة كرست نفسها للرب، هلا نحن كمان رح نجدد تكريسنا ونجدد ندورنا. Sicure della fedeltà di Dio, rinnoviamo il nostro impegno di totale dedizione a Lui. Dio Padre, tu mi hai consacrata nel battesimo e mi hai chiamata con la forza del tuo spirito a seguire Gesù Cristo più da vicino, per partecipare più intimamente alla sua missione salvifica nella Chiesa. In risposta al tuo amore, io mi impegno a vivere con radicalità le beatitudini del Regno in comunione con le sorelle, annunciando Cristo alle giovani, secondo lo spirito di San Giovanni Bosco
e di Santa Maria Domenica Mazzarello, confidando nella Tua grazia, nell'intercessione di Maria Santissima Ausiliatrice e dei nostri Santi, rinnovo il voto di castità, povertà e obbedienza. Voglio vivere fedelmente per la Tua gloria gli impegni che ho assunto nella mia professione. Amen. صلوا أيها الإخوة والأخوات إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. كن راضيا أيها المولى الحي عما يقدمه لك شعبك في ذكرى القديس يوحنا بوسكو، وباشتراكنا في هذا السر المقدس لنجد في محبتك قدوة لنا ومثالا بالمسيح ربنا. الرب معكم، لنرفع قلوبنا إلى العلا، لنشكر الرب إلهنا. إنه لحق وعدل، واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان، أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي. إنك مجيد في القديسين، تكلل هباتك عندما تكلل استحقاقاتهم، وإنك لتجعل لنا من سيرتهم قدوة ومثالا،
ومن اتحادنا بهم شركة، ومن شفاعتهم سنداً وحماية. فإذا ما أحاط بنا هذا الجمع الغفير من الشهود، جرينا مثلهم بعزم في ميدان التجربة، ونلنا معهم إكليل مجد لا يدوي بالمسيح ربنا. لذلك إننا مع الملائكة ورؤساء الملائكة ومع جمهور القديسين العديد لك يا رب نسبح بنشيد المجد منشدين. إنك لقدوس أيها الآب، وبصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء، ولا تبرح تجمع أبنائك من حولك ليقرب لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك إذن متضرعين أيها الآب أن تقدس بذاك الروح عينه هذه القرابين التي أتيناك بها، فتتحول إلى جسد وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا، الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزاً فشكر وبارك، ثم كسر وناول تلاميذه قائلاً: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلاً: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي، الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نقرب موتك إلى تأتي يا رب. لذلك أيها الآب، فيما نحيي الآن ذكرى آلام ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء، منتظرين مجيئه الثاني، نقدم لك شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها، وأنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروحه القدوس، فنكون جسداً واحداً وقلباً واحداً في المسيح. ليجعل منا الروح القدس تقدمة لك كاملة أبدية، فيكون ميراثنا مع مختاريك، مع القديسة مريم البتول والدة الإله، والقديس يوسف خطيبها العفيف، ورسولك الأبرار وشهدائك الأمجاد، ومع القديس يوحنا بوسكو شفيعنا، والقديس فرانسيس، وسائر القديسين
فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عونا في كل حين. اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم أجمع بالسلام والخلاص، وأن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء مع خادمك حبنا الأعظم البابا فرانسيس ورئيس أساقفنا بيير باتيستا وأسقفنا ويليام والشعب الذي اغتنيته. استجب متحنن لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمتل أمام جلالك، واجمع أيها الآب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. ارحم إخوتنا وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامك، اقبلهم في الملكوت حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد، بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين. والآن لندعو الله بالصلاة التي لقننا إياها يسوع، والتي بها نذكر أننا إخوة أبناء أب واحد، ولنقل: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلام في أيامنا، وعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنأمن كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك سلام أستودعكم، سلام يمنحكم، لا تنظر إلى خطيانا بل إلى إيمان كنيستك، تنزل وأوليها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك لا دهر الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما ومع روحك. تبادلوا سلام المسيح. وذا حمل الله وذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي،
ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. Thank you.
396 في كتاب الترميم. أخوتي الأحباب، في هذا المساء الجميل والمبارك وفي هذه الذبيحة الإلهية وهذا العيد الفرح والمليء بالفرح وبالحيوية وبالحب وبالحياة، أشكر سيادة المطران ويليام الشوملي على تجاوبه معنا، تعاونه معنا، صلاته معنا أيضاً في هذه الذبيحة الإلهية وهذا الاحتفال. وباسمكم أيضاً بشكر الكهنة المشاركين معنا ولتلبيتهم، وكل واحد فيكم أيضاً لمشاركته في هذه الذبيحة. باسمكم أيضاً بقدم كل التهاني للأخوات الراهبات في عملهم، في نشاطهم، في محبتهم، في رسالتهم معنا وفي وسطنا، ومعكم أصلي من أجلهن كي يتشفع لهم القديس يوحنا بوسكو لإتمام رسالة الحب والفرح في وسط الرعية هذه ووسط الكنيسة.
نتمم إذن فرحنا بلقائنا وتقديمنا التهاني لأخواتنا الراهبات، والسلام على سيادة المطران في قاعة الرعية بعد الترتيل الختامي مباشرة. لنصلي. هذا هو خبز الحياة السماوي الذي زودتنا إياه أيها الإله القادر على كل شيء، فليحثنا على السير في خطى القديسين، ولتتجلى به محبة الإخوة ونور الحق في قلوبنا وأفعالنا، بالمسيح ربنا. نحن رؤوسكم للبركة. بشفاعة القديس يوحنا بوسكو شفيع الشبيبة، بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح.